بختار اللي سهل علي حياتي، بختار اللي يغيرها، بختار إنديجو. ده اختراع جديد لحاجة قديمة جدا وتقليدية أردنية، لأنه سامي أردني. ده المسخن اللي يعرفوه، اللي بياكله مسخن أردني بيبقى مفروض على العيش كده. اه طبعا، الجال الفراخ، الدجاج مفروض على العيش ومعاه السماء وصنوبر والبصل. والدجاج مع عظمه بيحطوه بال... بس انا لا، هاد مخلي هيك اسلس بالاكل، اسهل بالأكل. واللفه اسهل بالاكل، لانه اساسا اللي انا عارفاه انه تقليد المسخن انك ما ينفعش تاكله بالشوكه والسكين، لازم طبعًا بايدك. فهنا طبعا ده اسهل. اصل مستو ايه؟ بيبقى معمول بالبصل، زيت وعليه السماء. السماء ده وزيت الزيتون، وزيت زيتون والبصل والصنوبر، وهي الفراخ. انت هنا لحمه ولا فراخ؟ فراخ. فراخ ما ينفعش باللحمه. ليه بقى ما ينفعش مسخن باللحمه؟ لا مسخن، ما عمره ما صار معروف بالفراخ. والاوردر حضرتك بياخد قد ايه في الوصول؟ قبل بيومين، قبل بيوم. العزومه قبل باسبوع، بس اوقات بنستلم عزومه يعني بيطلبوا قبل باسبوع. طب كم واحد عندك بيساعد؟ عندي اثنين. اثنين بس، وانا وزوجي. طيب دي شاورما برضو. هم انتوا مؤمنين بالفينجر فود اللي الواحد ياكل بالظبط. وبعدين طبعا ما ينفعش مطبخ سوري ما يبقاش فيه شاورما اكيد يعني. فالشاورما هم عاملينها ومقطعينها فينجر فود عشان الواحد ياكل بايده على طول كده يعني. بالظبط كده. مش طريقه صح، مش كده؟ برضو الطعم مختلف وجميل جدا. انا بقولش مختلف انه احسن، السوريين كل واحد عنده تألق في نفس الصنف، بس يتألق لوحده كده. اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك، وتقدر تستخدم وحداتك في اللي يناسبك. إنديجو، اختيار يغير حياتك.